أرحب يا الجمهور، اليوم ضيفنا وضيفكم جاب العيد، بس مو زي حلقة أمس، اليوم غير. تعالوا خلونا نشوف كيف جاب العيد. بس سوري لأني ما عندي قلم، فممكن توقع لي على هاي عشان بس أكد ربع الناس. عاد لا تخربه، لا تخربه، لا تدعس علي وايد. شعبية يا كابتن عمور. أكيد وايد محبوب عنا. الله يخليك. هاي معناها من رأيي بس تفضل. الله يخليك. لا لا عادي عادي، الأمور طيبة، الأمور طيبة. لا لا عادي. لا أحمد لا تستحقر، خلاص بس خلاص خلاص. إيه خلاص قلتلك خلاص، الناس طالع. خلي الناس. تفضل تفضل. لا والله أقولك انت وين رايح؟ بس ما اسمح، بغيت الورد. كيف؟ بغيت الورد. صوتك وورد وردك. والله صوتان صوتان صوتان. شنو يلا يلا؟ يلا حبيبي روح 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 روح. الناس يا سطان. خلي الناس تشتبه. لو سمحت الحساب. مالك شغل بالحساب. الحساب. بس. بس خلاص. حبيبي شنو انت؟ شنو؟ شنو؟ تتقارد؟ تتقارد ايدك. لو سمحت. تعرف شنو؟ أنت بمكان عام. لا 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 هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ تكلم من هذا؟ شنو؟ عطني تليفون بمسح صور. جو تمسح؟ صور صور تليفون تليفون. عطني تليفون. خلني أشوف أشوف. إزاي خلاص؟ ما خريدت. إزاي مش لازم أقول لك بس أنت عطني تليفون. سلطان لا تدس هذا. لا تدس هذا. سلطان. هدي حالك هدي حالك. انت وخر حبيبي وخر. شوف يا ريان. خلاص الزلك بس مشاكل. عيب عليكم اي واحد معروف مشهور، عيب عليكم. انت
شو تبغى؟ شو تبغى؟ انت شو تبغى؟ ليش تتدخل؟ تمام ليش تتدخل انت؟ روح اقعد مكانك، روح اقعد مكانك، روح اقعد مكانك، اقعد خلاص اقعد. يا لو سمحت الحساب ما في حساب، روح يسي تعطيني تليفون لك كيف؟ حبيبي عطنا المرض نعطيك تليفون ليش؟ يعني دائما كنت تفضحني في قدام الناس كلها؟ ايوه طيب مو اول مره. عشان بعد؟ جاونا روح قدام، روح هناك طلق، روح هناك اتكلم. عطني تليفون، بتعطيني تليفون ولا لا؟ اقول لك لا تغش، لا تضحك، لا تضحك، مساعد علمك، كلمني وطوار، خلاص كلمني وطوار، لا حبيبي كلمني وطوار، وخ، مو يا جماعه عندنا شغل، شنو الشغل اللي عندك؟ خليه يعطيني التليفون بروح، قلت لك خلاص، لا مو في كلام، خلاص روح يلا، خلينا ندفع الحساب ونطلع، ندفع الحساب ونطلع، لا ورد ولا بطيخ. خلا بابا شو اللي اغراضك؟ يلا خش دام، يلا طلقها طلقها في الدار. اسكت اقول لك، اسكت احسن لك، ساكت انا، اسكت احسن لك، تعال مديتك، اسكت احسن لك، قلت لك اسكت احسن لك، شو الراسخ اللي جاك انت؟ قلت انت بتتضارب مثلا؟ تعالي برا ليش تتكلم؟ لا ايوه اوكي بتشوف بصور بعد، اقول لك انت ظريف اخوي، ظريف ولا مثيل؟ اوه انتم ما شاء الله تعرفون بعض بعد ها؟ زين والله الوقت طلقها قبل ما تروح. يعني تشي قدام العالم؟ ليش توفي؟ لعبي خاص طالق 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 مو معقول على جد مو معقول هاي مو يصور هاي صور صور لا تصور ما حد صور من كان صور لا تصور صور انت ليش صور أول شيء أحب أشكركم على هالاستضافة صراحة يعني وايد استأنس فيها بعد ما كنت زعلان لكن مردود إن شاء الله بالشخص اللي سواها بس استفدنا من هالمقلب هذا هالورد والله أعطيكم العافية حبيبي انتظرونا بكرة بضيف جديد ومقلب جديد وخلونا نشوف من بيجي بالعيد ما معنى كلمة جاب العيد؟ معنى كلمة جاب العيد يعني بغيك حلا أعماها كم مرة جبت العيد؟ كثير طال عمرك يعني؟ والله لا عد ما أقدر عد والله إيه والله ما أقدر عد ما معنى كلمة جاب العيد؟ واحد جاب الطعمة أنت بلعبش كلمة كم مرة جبت العيد؟ قد شعر راسك والله كثير